السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الشوربة هائلة جدا ديال الكرات أو البر والبطاطا وخبيزات بالقمح الكامل والحبوب، غادي يعجبكم إن شاء الله. المهم دابا نبداو بالمقادير ديال الشوربة ديال البر والبطاطا أو البر أو الكرات. غادي ندير تقريبا دابا هنايا عندي شي 4 معالق كبار ديال الزيت البلديه، غادي نديرها تسخن وغادي نضيف ليها البصل الاخضر. المهم هاد الشوربه راه سهله جدا وما فيهاش عناصر كثيره. دابا انا ضفت البصل الاخضر، قطعت تما 3 ديال البصل الاخضر. نتوما بطبيعه الحال راه دائما كتضاعفوا المقادير ولا تنقصوا على حسب عدد الافراد اللي عندكم. غادي نشحر شويه هذاك البصل الاخضر، عندي تما واحد الجزره او خيزو وحده اللي قطعتها، ماشي قطعتها تما محكوكه، المهم محكوكه ولا مقطعه. في الاخر غادي نطحنوا كلشي، وعندي راس واحد ديال الثوم والكرافس والمعدنوس، وعندي هنا جوج بطاطات مقطعين، جوج برويات وجوج بطاطات. كتجي هائلة هاد الشربة، بنينة ما غاديش تشبعوا منها، ان شاء الله تعجبكم. المهم دابا غادي نضيف البورو اللي قلت لكم قطعته رقيق. البورو راه كيبغي تغسل مزيان، تحلو بحال هكا من الداخل وتغسلوه مزيان قبل ما نوريكم. تبارك الله راه كتعرفوا، غير للتذكير فقط. المهم غادي نخلي هذا البورو يتشحر واحد شويه، نغطي عليه ونخليه واحد شويه حتى يدبال او يترخى واحد شويه، ونضيف العناصر الاخرى. دابا غادي نضيف المعدنوس اللي قطعت تقريبا جوج معالق كبار، الكرافس حتى هو جوج معالق كبار، واحد الراس ديال الثوم او فص ديال الثوم واحد. نشحرهم واحد شويه ونزيد التوابل، عندي هنا الملح بطبيعه الحال على حسب الذوق، وغادي التوابل الاخرى. عندي هنايا الخرقوم او الكركم البلدي تقريبا معلقه صغيره، وعندي هنايا البزار او الفلفل الاسود، اللي كيبغي اللي كيقدر عليه، اللي ما كيبغيش ما يديروش، تقريبا نص معلقه صغيره. وعندي هنايا القزبر البلدي، عندي هنا حبوب، معليش غادي نطحنوا كلشي في الاخير، درت واحد شويه القليل. وهنايا كنضيف البطاطا، قلت لكم عندي هنايا جوج بطاطات مقطعين، غادي نشحرهم واحد شويه، نخلي البطاطا واحد شويه تاخذ تنسجم مع العناصر الاخرى، وغادي نضيف الماء سخون. ساهله دغيا كتوجد، وقيمتها الغذائيه عاليه بزاف، وتحت المذاق بنينه بزاف. دابا انا كنضيف الماء، الماء سخون بطبيعه الحال، غادي نغطي ديك الخضره مزيان. لحقا كتعرفوا البطاطا راه كتحتاج الماء، كنضيف الماء الكافي وكنغطيها ونخليها. تقريبا العناصر كلها كطيب فواحد الوقت قصير، تقريبا خدات لي واحد 20 دقيقه صافي ووجدات. هاد الشوربه راه ديروها في الساعه الاخرى قبل الافطار، دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت كبير وما فيهاش مجهود كبير، وقيمتها الغذائيه عاليه. دابا دازت 20 دقيقه، هي الخضره ديالنا واجده، الشوربه واجده، غادي نطحنها ان شاء الله وندوزو باش نشارك معكم واحد الخبيزات رائعين. انا مأكدة غادي يعجبوكم ان شاء الله، وغادي تجربوهم وتقولوا لي. يا اما تطحنوا الصوبه بهذا البلندر هذا، ولا ديروها في مولينكس خليوها تتبرد شويه وتديروها في مولينكس. وهنايا غادي نوريكم واحد الخبيزات رائعين ديال درتهم بطحين ديال القمح الكامل وبالحبوب.
عندي تقريبا هنا 400 غرام ديال الطحين الكامل، وغادي نضيف ليه الحبوب. هاد الحبوب راكم عارفين رائعة جدا ومفيدة. درت معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الخميرة. ان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. والحبوب عندي معلقة صغيرة كل من الزريعة العادية، عندي حبوب الشيا، عندي زريعة الكتان، عندي النافع، وعندي الجلجلان او الزنجلان او السمسم، معلقة صغيرة من كل حاجة، كيجيو رائعين في الخبز. كنحاول نبينهم لكم، المهم غادي نضيفهم وكيعطي واحد النسمة هائلة في الخبز. هنايا عندي واحد جوج معالق كبار ديال يوغورت طبيعي بدون سكر، من الافضل نديرو منسمات طبيعيه بلا ما نديرو منسمات اصطناعيه. وعندي تما واحد المعلقه كبيره ديال الزيت البلديه، صافي. وهنايا غادي نبقى نضيف في الماء حتى يتخلط العجين على حسب، بحال العجينه ديال الخبز تماما. وعندي هاد الحبوب الاخرى اللي غادي نكرس بها ان شاء الله من بعد. عندي معلقه كبيره من كل حاجه، زريعه القرعه، الزريعه العاديه، زريعه الكتان، الزنجلان، وحبوب الشيا. الا ما كانتش حبوب الشيا ممكن تعوضوها بالحبه السوداء. وعندي واحد 3 معالق كبار ديال الشوفان، هادو غادي نخليهم من بعد حتى نقرص بهم ان شاء الله. ودابا غادي نعجن العجينه ديالي عاديه، غادي نبقى نضيف الماء تنخلطها ونخليها تدلك مزيان. وراكم عارفين العجينه اللي كيكون فيها القمح الكامل خصها تكون مرخوفه شويه، ما خصهاش تكون قاسحه باش ما يجيناش الخبز قاسح. المهم دابا راه تعجن بعد 5 دقائق، خليتها كتعجن 5 دقائق كتدلك مزيان. وانتم شوفوا العجينه راها مرخوفه، غير رخفوها سواء كنتو درتوها في العجانه ولا بيديكم. راكم عارفين راه الطحين ديال القمح راه كيشرب الماء، والعجينه خصها تكون مرخوفه شويه باش ما تجيناش هكاك من الداخل بحال مدقسه من الداخل ولا مجموعه بزاف. هذا الشكل اللي كتشوفوا، صافي. انا غادي نغطيها ونخليها تخمر على خاطرها، نغطيها مزيان ونخليها تخمر تقريبا ضعف الخميرة، ونجي ديك الساعة باش نوريكم كيفاش غادي نصايبوه. ودابا هي العجينه ديالنا خمرات مزيان. دابا غادي نجيو باش غادي نشكلوها ان شاء الله. غادي نديرها بحال على شكل كريسات صغار، انا بغيتهم يجيوني صغار، ما بغيتهمش يجيني كبير بحال الشكل ديال الخبز اللي كنديرو عاده اللي كيجي مع الطاجين. بغيتهم يجيوني صغار باش نرافقوهم بحال هكا مع الشوربه، ولا ديروا فيهم بحال ساندويتش، ولا على حسب اللي بغيتو. المهم انا درتهم حجم صغير، بغيتو ديروهم حجم كبير راه غادي تكبروا هاد الكويرات هادو وتقرصوهم عاديين كما كنديروا الخبز العادي اللي كيعرفوا كلشي. هاد الحبوب انا خديتهم اللي قلت لكم، هاد راه غادي نكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. خلط الحبوب مع الشوفان، غنخلطهم مزيان. وغادي ندير واحد الزلافه غادي ندير فيها الماء، وانتم غتشوفوا غادي ندير دوك الكويرات. كنكور هذوك الكويرات بحال هكاك كالعاده، داكشي اللي كتعرفوا. وغادي نديرهم في الماء، نحاول نديرهم في الماء ونديرهم في هذوك الحبوب باش يلصقوا ليا مزيان، وكيعطيو حتى المنظر كيجي هائل، كيجي زوين، كيجي كيفتح الشهيه. هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو، صافي. وكتقرصهم واحد شويه من الفوق، لان هادو انا درتهم صغار، الا درتهم كبار قرصوهم مزيان. هاد الطريقه بحال هكا كنديرها في الماء مزيان، وكنديرها في الزلافه اللي فيها الحبوب. كنحاول نقرص واحد شويه باش يشدوا ليا مزيان من الفوق، ما يطيحوش ليا.
صافي. وكندير واحد تكريسه هكا خفيفه وكنخليه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كنعاود عين نقرصو شويه من الفوق باش ما يطيحوش لينا. كيجيو هائلين هاد الخبيزات، كيجيو روعه صراحه، كيجيو زوينين. كديرهم بحال هكا في الفطور، سواء وديرهم على شكل تفتحوهم وديرهم على شكل عفوا ساندويتش تعمروهم، ولا ترافقوهم بحال هكا مع الشوربه غير بوحدهم بحال هكا، زعما اللي بغيتو نتوما. المهم انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الكريسات كاملين. وفي هاد الوقت انا راني داير الفران على 180 درجه، وغادي طيبوهم عاديا بحال الطياب ديال الخبز. كيبانوا لكم تحمروا واحد شويه، دابا انا راه غطيتهم وخليتهم يعاودوا يخمروا واحد شويه. داز تقريبا شي 10 دقائق ودابا انا غادي ندخلهم الفران. وبغيت نقول لكم كندير واحد الطاوه بحال هكا في الفران الداخل، اي طاوه عندكم، اي مول ولا طاوه كديروها في الفران ديالكم، عمروه بالماء وديروه لتحت في الفران باش داك البخار يطلع، باش ما يجيكمش الخبز قاصح من الفوق، خاصه هذا ديال القمح الكامل. ديروا هذاك المول وحطوه لتحت باش داك البخار يطلع لهاد الخبيزات هادو. وها هما الخبيزات من بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش جاوا رائعين. وهذه هي الشوربه ديالنا، قدمناها بحال هكا، قطعت فوق منها عفوا، درت رشيشه ديال المعدنوس. نتوما لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. كاين اللي كيدير السبانخ كيقطعهم ويديرهم من الفوق. وشديت هذا الخبز ديال الطوست، حمرته مزيان في الفران ولا في التوستر، وقطعته بهذه الطريقه بحال اللي كخوطو بحال هكا، ورافقتهم مع الشوربه ديالي. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش ياكلوا خبز هكا كثير، كيجيو رائعين صراحه. نتوما اللي بغيتو ديرهم وسط الشوربه بحال هكا بهذه الطريقه، بغيتو ديرهم غير جانبا هكا تحطوهم على حسب الذوق ديالكم. كيجيو بحال هكا مقرمشين، كيجيو رائعين. باش نفتحوا الشهيه، غير جربوا هاد الشوربه، راه مأكده غادي تعجبكم بزاف بزاف. سهله ولذيذه بنينه وصحيه، ومكوناتها كلها غذائيه بالصحه والراحه. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه هادي، وقدموها ولا تقدموها بحال هكا مع هاد الخبيزات اللي درنا دابا. انتما شوفوا كيفاش كيجيو كيحمقوا كيفتحوا الشهيه، شوفوا هذوك الحبوب كيفاش كيجيو من الفوق وكنستافدوا منهم بالصحة والراحة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة ديالي وتجربوها وتقولوا لي الرأي ديالكم، ولا طبقتوها تقولوا لي كيفاش جاتكم ان شاء الله. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم. وبالنسبة للبنات اللي اول مرة كيزوروا القناة ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتقاسموها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.